السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلطه الملفوف الحلوه، غادي نقدموها بالياغورت طبيعي وبالزبيب. تابعونا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. المقادير ديال هذه السلطه كنحتاجوا 250 غرام ديال الملفوف او مكور مقطوع على شكل رقيق، كنحتاجوا واحد ياغورت طبيعي، كنحتاجوا نصف كاس من الزبيب، ملعقه كبيره سكر سنيده، والقليل من الملح. نبداو على بركة الله، كنحتاجو القليل من الملح فقط نسبة قليلة، كنحتاجو ملعقة كبيرة من السكر السنيدة، ممكن نضيفو كتر على حساب كل واحد شنو بغا. كنحتاجو الزبيب، نصف كأس من الزبيب، وكنحتاجو الياغورت الطبيعي. كنخلطو المكونات باش كذوب لنا سنيده. بعد ما ذوب لنا شويه سنيده فاحنا كنحتاجو ملفوف، كنخلطو كما لاحظتوا معنا، اسرع واسهل وارخص سلطه في العالم. كنتمنى تجربوها. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم وتابعونا في القناه.